kuchangia mawazo katika community yetu ya Kongomani, cha kwanza ni kukaribisha yule mtu ambaye anaishi na ulemavu katika community, kusikiliza maoni yake, kwa sababu naye ana ile uwezo wa kusema kuwa anaanza katetea ile jamii yake, anaanza katetea ile community yake, kwa sababu anahitajika apewe nafasi ndani ya zile leaders ambao mna choose mwa ile community ya Wakongomani. Hiyo ni kitu cha kwanza cha muhimu katika community ya kusupport mtu ambaye anaishi na ulemavu. بالأساس ما في عنا إنسان معاق في الكنيسة. الإنسان المعاق الحقيقي هو الإنسان يلي بيعيش عن بعيد عن محبة الله. بالأساس كمان الكنيسة بنعمة ربنا بحسب إيماننا بالكتاب المقدس وكل حياة الكنيسة بتاريخ الكنيسة، إنه الكنيسة كانت دائما تهتم وبعد لهلأ بتهتم بكل إنسان بأي مجال اللي كان. هلأ العمل مع الـ MCCSA كان لتنظيم الأمور أكثر، لأنه نحن مثل ما بتعرفوا عايشين ببلد ما هو بلدنا بالأساس، فحتى نكون نندمج أكثر بالحياة الاجتماعية واللي عم بصير بحياتنا ببلدنا الجديد أستراليا، عم نحاول أنه ننظم أمورنا بشكل أكثر بدعم للـ MCCSA حتى نقدر نتواصل بشكل أفضل مع الآخرين، تنقدر نجلبهم ونفهمهم ونعلمهم أنه نحن وياكم واحد، وحتى يحسوا باحتضان من قبل الكنيسة يلي هي كأم.想一下你获得资源之后对你的生活有什么改善吗？我们得到了残疾人服务这个以后，我是觉得很高兴了，因为我呢儿子今年已经51岁了，我呢将近80岁了，人老了，好多事都做不动了，他整天依赖妈妈，老是跟着妈妈的，他什么都不懂的，就是冷啊、热啊、饥啊、饿，他都不懂，都要跟着妈妈。妈妈起来，早上起来他起来，妈妈睡觉他睡觉，都帮忙洗澡都是妈妈帮他忙，他自己就这样淋在那里都不行的。那么这现在嘛，有人帮他服务了，有人帮我们打扫，clean 清洁了，还除草了，我们就有时间帮他出去。这个公园去走走，锻炼锻炼，还有到这里福利会来活动，本来不行的，那我们身体也会好起来，看病多好，对吧？这是一个。那最后一个问题就是想请问一下，关于残疾问题跟那个得到资源的帮助，你有什么可以跟其他人分享吗？我就跟他们讲，如果有这种情况的，我就跟他宣传，你们也可以到华人福利会去申请，那个赵主任很好的，我们就是他指导我们，帮助我们，我们得到的政府的资源，这样我这样嘛，以后就带孩子去那个购物啊。现在我们申请到那个免费的交通卡，以前我们不知道的，可以乘轻巴士、轻轨都可以。他现在走得动嘛，我们就带他，我妈妈就带他乘，就不要 taxi， 我们现在还走得动，走不动的 taxi， 可以叫。
کاری که میتونیم بکنیم برای بالا بردن کیفیت زندگی عزیزانی که توانخواه هستند مسلما اینه که تغییر رو از خودمون شروع کنیم، تغییر رو از نوع نگاه و نوع تفکر خودمون شروع بکنیم. تغییری که از ما شروع بشه به دنیای پیرامون ما هم راه پیدا میکنه. مهم اینه که نگاهمون رو به عزیزان توانخواه عوض کنیم، بدونیم چیزی به عنوان معلولیت یا توانخواهی واقعا وجود نداره و تنها این زیبایی زندگی است که ما با هم تفاوت داریم و به نوعی ما یونیک هستیم یا منحصر به فرد هستیم. به این منحصر به فرد بودن زندگی احترام بذاریم، به تمام عزیزان توانخواه احترام بذاریم، بپذیریمشون و از اینکه باهاشون هستیم لذت ببریم. بٹ ہاں ضروری ہے کہ آپ بات کریں، اگر آپ کو پرابلم ہے فیملی میں یہاں پہ کہ کوئی بچہ آپ کا یا پھر کوئی اور پریوار جن جو کہ کسی اس طرح کی ڈفیکلٹی سے نکل رہا ہے تو بات کریں، اس کے بارے میں کسی سے ڈسکس کریں، صحیح لوگوں سے ڈسکس کریں تاکہ آپ کو جو سہایتا چاہیے وہ مل پائے۔ کچھ ایسے پریوار ہیں جو ڈینائل میں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بیہیویئر ایشو ہے، وہ شیطان بچہ ہے، وہ بات نہیں مان رہا، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ ایسے جو ماتا پتا ہیں ان سے، ان کے لیے آپ کا کیا سندیش ہے؟ میرا سندیش یہی ہے، بیہیویئرل ایشوز کے لیے بھی سروسز اویلیبل ہیں اور ہر بیہیویئرل ایشو کسی نہ کسی طرح کا ڈائگنوسس نہیں ہوتا ہے، پرنتو بچوں کو صحیح سمے پہ صحیح سہایتا ملے، چاہے کسی بھی طرح کا پازیٹیو ڈائگنوسس آئے چاہے نہ آئے، پرنتو وہ جو سروسز اویلیبل ہیں ان سے ان کو سہایتا ضرور ہوگی، ان میں پریورتن ضرور ہوگا، تو بات کرنا ضروری ہے۔ من خلال ما تعلمنا وشفنا وحضرنا الدروس وحضرنا الاجتماعات والأنشطة أنه نحن هاي النظرة تختلف عن مجتمعاتنا العربية، أنه هون هذا الشخص مهم وهذا الشخص موجود على الأرض، مش أنه مثلا إذا عنده إعاقة أنه هو عالي عن المجتمع، لا بالعكس نحن بندعمه ونوقف جنبه وصوته بيوصل لأعلى المستويات، ونحن كلياتنا واحد بصوت استراليا هون وبكل استراليا. فنحن من خلال بنعقد اجتماعات، بندعيهم على حفلات مثلا، على احتفالات برمضان بالاعياد، ونقدم لهم كل شيء تسهيلات بالصاله او بالبيوت مثلا، لانه هن حجر اساسي بالمجتمع عنا، عرفت كيف؟ صوتهم مهم وما بنحسسهم انه هن لحالهم، نحن كلياتنا معهم ونحن بنوقف جنبهم ايد بايد وكتف بكتف، وكلياتنا نحن معهم هون ونحن ماشيين سوا. يعني ما انه اذا عنده اعاقه هو شخص مختلف، لا، مثله مثلك مثل اي شخص، عليه قلت لك حقوق وعليه واجبات وبتحاسب وصوته بوصل، وهي حاجز الخجل انه نحن كسرناهم، انه مثل عندنا بالميدل ايست، عرفت كيف؟ هون حاجز الخجل انكسر، وهون كل واحد له حقوق وله واجبات، والنظره قبل تغيرت عن في استراليا، بتتغير النظر هي اكيد يعني، وهون كل واحد له حقوقه وعليه واجباته، كله بتحاسب ونحن معهم لهلا وهلا وبكره وبعدين، وهن اشخاص مثلك مثلهم، عرفت كيف؟ بحب اخبر الجاليه السوريه والعرب ككل انه الشخص المعاق يعني مثله مثل اي انسان، لازم ينظر له نظره ايجابيه ونظره سلبيه، لانه هون في استراليا يعني المعاق يعني عليه واجبات وله حقوق مثل ما له عليه يعني.
أنا بطلب من الجالية السورية أنه ينظروا لذوي الاحتياجات الخاصة نظرة إيجابية، لأنه نحن بشر مثلنا مثلهم، يشاركون بالفعاليات بالأفراح بالمناسبات بال يعني بكل شيء يصير بالنسبة للجالية السورية والأسترالية ككل.